مفاوض بارز وصاحب عقلية براغماتية، الكاظمي رئيس الوزراء العراقي الذي لا يعادي أحدا. تسلم الكاظمي المولود في بغداد عام 1967 رئاسة جهاز المخابرات الوطني العراقي في يونيو حزيران 2016 في عز المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وقد نسج خلال وجوده في هذا الموقع الاستراتيجي الذي أبعده عن الأضواء روابط عدة مع عشرات الدول والأجهزة التي تعمل ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. في بداياته كان الكاظمي الذي درس القانون في العراق صحفيا وناشطا مناهضا للرئيس العراقي الراحل صدام حسين من أوروبا التي لجأ إليها هربا من النظام. عاش سنوات في المنفى لكنه لم ينضم إلى أي من الأحزاب السياسية العراقية. أدار الكاظمي من بغداد ولندن مؤسسة الحوار الإنساني، وهي منظمة مستقلة تسعى إلى سد الثغرات بين المجتمعات والثقافات والتأسيس للحوار بديلا عن العنف في حل الأزمات. كما عمل كاتب عمود ومديرا لتحرير قسم العراق في موقع مونيتور الدولي، وركزت مقالاته على تكريس روح السلم الاجتماعي في البلاد. ونشر خلال مسيرته المهنية العديد من الكتب، من أبرزها مسألة العراق المصالحة بين الماضي والمستقبل. بعد الغزو الأمريكي للعراق والإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003 عاد الكاظمي إلى العراق ليشارك في تأسيس شبكة الإعلام العراقي تزامنا مع دوره مديرا تنفيذيا لمؤسسة الذاكرة العراقية، وهي منظمة تأسست لغرض توثيق الانتهاكات التي وقعت خلال الحقبة البعثية من عام 1968 إلى عام 2003. في عام 2016 كانت مفاجأة أن يعين رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي كاتب العمود والناشط الحقوقي في رئاسة جهاز المخابرات، إضافة إلى دوره في مكافحة الإرهاب والتهريب على أنواعه. وقد طور الكاظمي مواهبه بوصفه مفاوضا ووسيطا. يقول سياسي مقرب من الكاظمي إنه شخصية لا تعادي أحدا، صاحب عقلية براغماتية، لديه علاقات مع كل اللاعبين الأساسيين على الساحة العراقية، علاقة جيدة مع الأمريكيين، وعلاقة عادت إلى مجاريها مؤخرا مع الإيرانيين. ويعرف الكاظمي كيف يكون صديقا لعدوين فيما بينهما، فمع عودته إلى التقارب مع طهران لم ينسى صداقاته القديمة. وخلال زيارة إلى الرياض المنافس الإقليمي لطهران عقب توليه رئاسة وزراء العراق في مايو آيار عام 2020، شوهد وهو يعانق مطولا صديقه الشخصي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ونتيجة هذه العلاقات المنسوجة شرقا وغربا، حاول في الأشهر الأخيرة جعل بغداد تتمتع بمركز دولي، فقد كانت العاصمة العراقية مسرحا لمفاوضات مغلقة بين طهران والرياض، وشهدت زيارة تاريخية للبابا فرانشيسكو في مارس آذار الماضي، واستضافت في أغسطس آب الماضي مؤتمرا دوليا شارك فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ويرى مراقب غربي أن الكاظمي يجسد عودة دولية عراقية ذات سيادة. لكن فصائل موالية لإيران تتهمه بأنه متواطئ في اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي على يد الولايات المتحدة في بغداد مطلع عام 2020، ولذلك كان لابد عليه أن يعيد تحسين صورته أمام طهران. داخليا يواجه الكاظمي معارضة تحالف فصائل موالية لإيران منضوية في القوات الأمنية، ويطالب مناصرو الحشد بانسحاب كامل القوات الأمريكية من العراق، ويواصلون الضغط على الكاظمي في هذا الصدد. كما يحمل هؤلاء المناصرون حكومة الكاظمي المسؤولية عن حصول تزوير في الانتخابات النيابية المبكرة الأخيرة التي تراجع فيها عدد مقاعد تكتل الفتح بزعامة هادي العامري الممثل للحشد الشعبي. وليس الكاظمي مرشحا رسميا لتولي المنصب من جديد، لكن يرى بعض المسؤولين السياسيين فيه حلا توافقيا إذ تعثرت المفاوضات بين القوى السياسية. بعد حصوله على دعم الطبقة السياسية العراقية التي تحتكر السلطة منذ 16 عاما، اضطر الكاظمي إلى إعادة نسج الروابط التي تقطعت مع العراقيين الغاضبين الذين تظاهروا خلال أشهر ضد السياسيين الفاسدين.
حاول أيضا التفاوض بشأن القنوات الاقتصادية الحيوية للبلاد مع انهيار أسعار النفط عالميا، إضافة إلى مسألة الإعفاءات الأمريكية للعراق من العقوبات على إيران. ويقول مدير الدراسات في معهد الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد توبي دوج إنه مفاوض بارز ولاعب ماكر، لكنه يضيف أن العراق اليوم في وقت مستقطع وقد ازدادت المخاطر كثيرا. الكاظمي لم يحصل على أي جنسية أجنبية، وهو متزوج من ابنة مهدي العلاق القيادي في حزب الدعوة. ينتسب الكاظمي إلى عشيرة الغريب، حيث نزحت أسرته من الشطرة في محافظة ديقار جنوب العراق إلى كرخ بغداد الكاظمية. والده عبد اللطيف مشتت الغريباوي سكن بغداد قادما من الشطرة عام 1963، وآخر عمل له هو مشرف فني في مطار بغداد. كانت له انتماءات سياسية وحزبية، حيث عمل ممثلا للحزب الوطني الديمقراطي في الشطرة. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.